منذ 25 يوما مضت من اندلاع القتال بالسودان، حظي الأشقاء السودانيون فور وصولهم الأراضي المصرية على كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، مشاعر يمتزج فيها الإحساس بالأمن والأمان مع حسن الاستقبال والدفء المجتمعي من المصريين. هذه المشاهد رصدتها أعين ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية بالمعابر المصرية الحدودية مع السودان. رئيس الجمهورية السيد السيسي مشكور جزيل لحسن الكرم ولحسن المعاملة ولحسن الضيافة ولحسن الخدمات، مشكور شكرا جزيلا ان شاء الله. منظمات مصرية واخرى دولية ومجالس القبائل العربية وغيرهم يتكاتفون عند المعابر المصرية السودانية لتقديم كافة التسهيلات والمساعدات للفارين من القتال بالداخل السوداني. ورغم تمديد الهدن الإنسانية، إلا أن استشعار الأشقاء لخطر العمليات العسكرية ببلادهم جعل الحافلات تتدفق باتجاه مصر بحثا عن النجاة. احنا نشكر الشعب المصري جدا جدا، خاصة في المعبر بتاع شكيت، الاستقبال، حفاوة الاستقبال، ما حوجونا من حاجة، من كشف طبي، من استقبال، من طعام. صراحة نعم الخوة، وبيقولوا ابن النيل ابن النيل ابن النيل، يعني صراحة لم يجد السودانيون كلمات تعبر عما بداخلهم من شكر وحب وانتماء لما تقدمه مصر شعبا وقيادة لهم في أكبر أزمة إنسانية شهدها السودان في تاريخه. هذه المواقف تبرهن على دور مصر المحوري لنجدة الصديق والشقيق، فمصر وإن استضافت الملايين من الأشقاء على أرضها بترحاب الشقيق وقت الضيم، فإنما تمارس دورا لطالما عرفت به عبر تاريخها الطويل، حيث لقبت عبر العصور بأم الدنيا الشقيقة الكبرى. مصر الملاذ الآمن للباحثين عن الحياة. محمد شلآمي، التلفزيون المصري.